شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. عمريش علي عاشر استقدامات الكناري. أعلنت إدارة شبيبة القبائل اليوم الاثنين عن تعاقدها مع متوسط الميدان علي عمريش قادما من اتحاد بسكرة. وأفادت إدارة الشبيبة بأن صاحب 24 ربيعا وقع عقدا مع النادي لموسمين، ليكون بذلك عاشر المستقدمين في الميركاتو الصيفي الحالي. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.